القبة الحديدية تفقد صوابها بسبب زخات رصاص الرشاشات الثقيلة، وتطلق 20 صاروخاً اعتراضياً دون أي تهديد. الخلل في المنظومة أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغزة، مما أثار هلعاً وذعراً كبيراً من المستوطنين الذين فروا إلى الملاجئ، وأصيب 6 خلالها. جاء ذلك كله خلال مناورات كتائب القسام في أرجاء قطاع غزة. الاحتلال عبر عن خشيته من أن إطلاق نيران الرشاشات في السماء لم يكن صدفة أو عبثا، بل كان متعمدا لفهم رد فعل المجسات الذكية المنتشرة بالمنطقة، مما يؤدي لاستغلال هذه الأخطاء للتشويش على عمل المنظومة الدفاعية. القبة الحديدية كلفت إسرائيل أكثر من 210 مليون دولار، والصاروخ الواحد يساوي 60,000 دولار. إذا كانت القبة الحديدية لا تميز بين الرشاشات الثقيلة وصواريخ المقاومة، كيف يمكن لها أن تتعامل مع مصادر مختلفة من النيران؟ وهل يستطيع الاحتلال أن يتحمل تكلفة ذلك اقتصادياً وأمنياً؟